طبعا احنا جايين من محافظه بيت لحم من مدينه الخضر كمزارعين، احنا تقريبا اجينا تقريبا 20 مزارع من مدينه الخضر. احنا كبريد الخضر كمجلس اداره سعينا من يوم استلمنا لدعم المزارع وتسويق منتجه في كل محافظات الوطن. للاسف احنا اغلب اراضي مدينه الخضر هي تقع داخل مجمع قوش عصيون السيستاني. طبعا هذا المجمع كل اراضينا 20 ارض موجوده فيه، طبعا اراضي خصبه مزروعه بالعنب. طبعا المزارعين بيعانوا من عده ويلات، من ضمنها انه منتجهم العنب بظل موجود في الارض بسبب انه فيش حدا يسوق لهم اياه. احنا في مجلس اخذنا عاتقنا ان نسوق هذا المنتج. قبل 3 ايام عملنا سوق تسويقي في بلده الخضر لمده 3 ايام لتسويق هذا المنتج، فبعنا في السوق لمده 3 ايام بعنا 22,000 طن. طبعا حاليا تمددنا هنا لمدينه رام الله، بنشكر بلديه رام الله وغرفه تجاره رام الله لاستقبالهم لنا وفتحهم اسواق مدينه رام الله. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عندنا تقريبا 10 اصناف من العنب، عندنا الحلواني، عندنا البيروتي، عندنا الجندلي، عندنا الدبوكي، عندنا الزيني، عندنا الحمداني، عندنا الجندلي، عندنا البتوني، عندنا اصناف كثيره. طبعا احنا بنسوق من المزارعين مباشره للمستهلكين. طبعا باخذوا عنب طازه بدون منتجات عليها مواد حافظه، بدون يعني احنا بنضمن لهم المنتج، مش زي المنتج الاسرائيلي مواد حافظه، مواد قدي يعني عليها ترسبات كيماويه، ما في مختبر سميه يفحص المنتجات الزراعيه اللي بتدخل عندنا. فاحنا طبعا كمان مره بنناشد كل اهالي مدينه رام الله انهم يشرفونا واهلا وسهلا فيهم. طبعا احنا معطينهم اسعار مدعومه. اهلا وسهلا.